مداهمات شهدتها برلين بمشاركة 250 شرطياً وبعض أفراد القوات الخاصة، وقد طالت الحملة 12 شقة وتم خلالها اعتقال شخصين، فيما تحقق الشرطة بضلوع آخرين. تتكون الخلية من أشخاص من تركيا وروسيا والشيشان وداغستان خضعوا لمراقبة طويلة، وقد اقتصر نشاطهم على تخطيط ودعم اعتداءات في سوريا. الأمر يتعلق بإجراءات ضد الأوساط الإسلاموية المتطرفة، وتتركز التحقيقات تحديدا على 5 أشخاص يشكلون خلية لوجستية تتهم بتوفير الدعم العسكري للجهاديين في سوريا. نعتقد أن الخلية تدعم أنشطة إرهابية في سوريا من خلال توفير وسائل مالية ولوجستية. وتعتقد السلطات الألمانية بوجود أكثر من 500 جهادي ألماني سافروا إلى مناطق القتال في سوريا والعراق، وقد عاد الكثيرون منهم إلى البلاد. السلطات الألمانية كانت قد اعتقلت يوم الخميس الماضي ألمانياً من أصول تونسية في مدينة فولفسبورغ، وتتهم السلطات هذا الشخص بالالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف والخضوع لتدريب على القتال أثناء إقامته في سوريا.